حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الدعاء عند لبس ثوب جديد، فما هذا الدعاء؟ وهل لا يقوله المسلم إلا عند لبس الثوب الجديد فقط، أم ماذا يقول عندما يلبس ثيابه بصفة عامة؟ يسن لمن يلبس أي ثوب أن يقول بسم الله ثم يدعو: اللهم إني أسألك من خيره ومن خير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. وفي بعض الأحاديث من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والله أعلم.